السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة. اليوم بعد ما شفنا لونتربريز لا استراتيجي دونتربريز اي لي زاكتيفيتي، غادي ندوزو لو فيف دو سوجي وغادي نهضرو على لو ماركتين او التسويق. اذا قبل ما نبداو ونعطيكم لا ديفينيسيون، بغيت كل واحد فيكم ياخذ ورقة وستيلو ويحاول يعطي شنو هي بالنسبة له كلمة التسويق، كلمة ماركتين. من كنسمعوها فاش نو كتفكروا، حاولوا تاخذوا واحد جوج دقائق ونرجعوا من بعد نكملوا ونشوفوا الاجوبه. اذا لو ماركتين كاين عنده بليزيور ديفينيسيون، يعني عنده تعريفات متعدده. كاينه سكون ابل لا ديفينيسيون اكاديميك، يعني التعريف الاكاديمي، غادي نقراوه اونصومبل ونشرحوه. Le marketing peut être défini comme l'analyse des besoins des consommateurs et l'ensemble des moyens d'action utilisés par les entreprises pour influencer leur comportement. Donc, ce qui est dit, c'est que le marketing peut être défini comme l'analyse, le mot analyse est très important, c'est-à-dire تحليل des besoins, تحليل الاحتياجات ديال المستهلكين. إذن أول حاجة كيقوم بها هي كنقوموا بعملية التحليل، كنعرفوا هذاك المستهلك اللي أنا باغي نبيع ليه أو هذاك الزبون اللي باغي نبيع ليه شنو الاحتياجات ديالو. أول حاجة خصني نفهمه، نحلل هذاك البزوة، ومن بعد كنشوف شنو هما لي مويان أو هي شنو هي الطرق اللي نقدر نستخدمها باش نأثر عليه وباش نخليه أنه يشري من عندي، ونخلي هذاك لا رياكسيون ديالو انه يتاثر ويشري من عندي هذاك لو برودوي ديالي، المنتج ديالي. اذا لا ديفينيسيون فيها دي مو كلي، فيها كلمات خاصنا نعقلوا عليهم. شنو هما هاد الكلمات؟ عندك التحليل، يعني اول حاجه كنقومو بها في الماركتين دائما هي التحليل. تحليل اش؟ كنحللو الاحتياجات، كنحللو الاحتياج ديال لي بوزوان ديال لو كونسوماتور، يعني خاصنا نفهمو هذاك الانسان اشنو محتاج. ومن بعد كنديروا واحد الخطه، كنديروا واحد لا استراتيجي اللي كنقدروا من خلالها اننا ناثروا عليه، ناثروا على هذاك الزبون ونخليه انه يشوف ان حنا اللي قادرين اننا نجاوبوا على هذوك الاحتياجات ديالو. اذا لي شوز كي فو روتنير هي كلمه اناليز بيزوان، اناليز دي بيزوان لو كونسوماتور، يعني الزبون دائما في وسط المهمة ديالنا، يعني الزبون هو أهم حاجة. ومن بعد يا كنأثروا عليه باش يشري من عندنا لو برودوي. يمكن هاد لا ديفينيسيون تكون شوية صعيبة، إذا غادي نعطيكم واحد لا ديفينيسيون اللي كان كيقولها لنا الأستاذ ديالنا منذ سنوات واللي ما عمركم غادي تنساوها، كيسهل بها لو ماركتين. اش كيقول لك؟ كيقول لك لو ماركتين سي فير كونيتر، فير ايمي، فير اجير. يعني بسطها بواحد الطريقه بالاهداف ديال الماركتين. شنو هو هدف التسويق؟ الهدف الاول هو انه نعرف، خاصني نعرف هذاك لو برودوي ديالي. الهدف الثاني سي فيغ ايمي، يعني خاصني نخلي الناس انها كتحب هذاك لو برودوي ديالي. والهدف الثالث هو فيغ اجير، يعني نخلي الناس عندها ان رياكسيون وتشتري هذاك لو برودوي ديالي. اذا فيغ كونيتر، فيغ كونيتر اول حاجه انا جيت كمنتج او لك شركه جديده في السوق، اول حاجه خاص الناس يعرفوا بالوجود ديالي، يعرفوا ان هذيك الشركه كاينه. اذا هذا هو الهدف الاول اللي خاص التسويق يلعب عليه، يعني كيسوق كيخلي الناس كلها عارفه ان هذاك المنتج موجود، لان هذه هي البدايه. اون فوا عرف ان المنتج موجود خاصنا ندوزو المرحله الثانيه واللي هي فيغ ايمي، يعني خاص الناس يوليو كيبغيو هذاك المنتج، ماشي كيعرفوا هذاك المنتج وكيقولوا لا هذاك المنتج خايب ما غاديش نشريوه. ماشي هذا هو الهدف، الهدف انه هذاك المنتج ديالي يعرفوه اول حاجه، وان فوا عرفوه انه يعرفوا عليه شي حاجه مزيانه اللي تخليهم عندهم الرغبه انه يكون عندهم. اذا اول حاجه فيغ كونيتر، ثاني حاجه هي انه هذاك لو برودوي ديالي يوليو الناس كيبغيو فيه شي حاجة، فيه شي كاليتي اللي كيقلبوا عليها، كيقلب عليها الزبون. ومن بعد هاد شي كامل شنو الهدف منه؟ هو انه جو دوا فير اجير، يعني نخلي الناس
تشري من عندي هذاك لو برودوي، نخليهم يتحركوا ياخذوا واحد لاكسيون، ياخذوا واحد الحركه تجاه هذاك لو برودوي اللي هي الشراء، لان الغرض الاساسي ديال الشركه في الاخير هو ان الناس يشريوا من عندها، انها تبيع باش تقدر تصنع. اذا بهذا التعريف البسيط اللي هو لو ماركتين سي فير كونيتر فير ايمي فير اجير، نعرف المهمه ديالو هو التسويق اول حاجه، كنخلي الناس يعرفوا كاين هذاك المنتج ديالي، ثاني حاجه نخلي الناس يبغيو هذاك المنتج، يبغيو فيه شي حاجه كيقلبوا عليها، ثالث حاجه هذاك يبغيوه لدرجه انهم يشريوه، يعني يعرفوا انهم محتاجينه وخاصهم يشريوه، هذه هي الهدف الثالث. اذا هذه هي لا ديفينيسيون اللي ممكن تاخذوها معكم فيما مشيتوا في التسويق، واللي ممكن تستعملوها في حياتكم واللي غادي تعقلوا عليها دائما. كنشكركم على المتابعه، الى عجبتكم الحلقه وبغيتوا تساندونا ديروا شير ولايك، والى اللقاء في الحلقه القادمه باذن الله.